الوطن كلمة عميقة تعني ارتباط روحي ونفسي وجسدي بهذه الأرض التي تربينا عليها وترعرعنا فيها. الوطن هو الأم بعطائها اللامحدود وعطائها الغير مشروط، الأم التي نادرا تنتظر مقابل، لكن إن جاء المقابل فهي أكثر من يسعد به ويشعرك بالتقدير. الوطن كيف تبين يوصف لك؟ هو أمالنا، هو طموحنا، هو مستقبلنا، هو حاضرنا. في هذا اليوم ذكرى ليوم تاريخي في ذاكرة وجدان كل مواطن سعودي وسعودية، فرحتنا في هذا اليوم وصفها تعجز أمامه العبارات وتنحني أمامه الكلمات والجمل. بالنسبة للسعودية كلماتنا ما توصف حبنا لأرضنا اللي عشنا فيها وكبرنا فيها وأحلامنا فيها. اليوم الوطني هو يوم نقف فيه كمواطنين رافعين الرأس شموخا واعتزازا وفخرا بما تحقق على أرضنا من منجزات. الوطن هو عبارة عن كلمة صغيرة ولكنها كبيرة المعنى. الوطن هو الأمان والفخر والاعتزاز، هو الهوية اللي يحملها المواطن مرفوع الرأس وين ما راح. اليوم الوطني هو استشعار أهمية الوطن وترسيخ محبته. رؤية المملكة 2030، فإنني أشعر بالفخر والاعتزاز بأننا في القريب العاجل سنكون في مصاف الدول العظمى. في الوقت الحالي أصبحنا نرى السعوديين حول العالم يرفعون الجواز السعودي الأخضر باعتزاز وافتخار. كل عام ووطني بخير في ظل قادتنا وحكومتنا الرشيدة.